أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الممكن رؤية الملائكة على حقيقتها؟ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ممكن، رآه جبريل مرتين، أما بالنسبة لغير الرسل فلا يمكن، لأنهم ما يطيقون رؤية الملك، رؤية الملك على صورته لا يطيقون، لكن يأتي الملك بصورة رجل ويرونه رجلا، كما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة رجل وهم جالسون حول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.